بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأسقف. يجب أن يتم شد خيط لضبط منسوب قاع القمر. لاحظ حضرتك باشمهندس إن قاع القمر بيتم ضبط منسوبه على أساس خيط أيمن وخيط أيسر على العرقات اللي موجودة لحمل قاع القمر. يبقى أي كاميرا بنيجي عند القاع بتاعها اللي هما اللوحين بتوع قاع الكاميرا، لو الكاميرا 25 مثلا بنحط لوحين 12.5، أو لو الكاميرا 12 بنحط لوح 12. فلذلك بيتم وضع قاع الكاميرا بالشكل اللي حضرتك شايفه دوت. بنجيب هنا أدي الخيط، والخيط ده هو اللي بيظبط مناسيب قاع الكاميرا. يبقى عشان نخلي كل قاع الكاميرا على منسوب واحد، طبعا بنثبت أول عرق وآخر عرق عن طريق الشرب. بعد ما نجيب اول عرق واخر عرق بنشد عليهم خيط من اليمين والشمال، ونربط العرقين مع بعض بالخيط، بحيث ان احنا كل العرقات اللي موجوده في المنتصف ما بين اول عرق واخر عرق يتم ضبطها على منسوب الخيط لضمان ثبات منسوب قاع القمر. بشكر حضراتكم، بسألكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.